يحاول تمريرها من بين المدافعين. تسديدة جول! مستحيل! ما هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know. Taking the view when it look right. And oh, it's the good life. Whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight. And they know this took time. This what a legacy look like. I'm a bomb with 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 a bomb with
يوفنتوس في تورينو نتواجد وإياكم هذا اليوم. ما رأيكم في هذا الملعب وفي هذه الأجواب؟ هل يمكن أن تشاهد مثل هذه الصور في أماكن أخرى؟ لا أظن. ملعب يوفنتوس دائما فريد من نوعه. يوفنتوس مانشستر يونايتد، حديث كبير عن المواجهة في الصحافة، في الإعلام، وضجة كبيرة في السوشيال ميديا عن هذه المباراة. اليوم نأمل وإياكم أن ينعكس هذا الأمر على لقاء الليلة وأن نستمتع معكم. دور المدربين مهم جدا في تقديم العمل المطلوب وإظهار شخصية الفريق. ما حكم المباراة يطلق صافرته؟ نعم. لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. على الحارس أن يأخذ احتياطاته جيدا الآن، لأنه أمام المتخصص في الكرات الثابتة. يصوب كرة، خالف، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يسيطر على الكرة. مجهود جيد في التسديد، لكنه لم ينجح في توجيه الكرة بالشكل المطلوب لكي تصل إلى المرمى. يحاول تمريرها من بين المدافعين، تمريرة بينية، راشفورد، جول! هدف! نعم نعم، في اليوم الكبير يبرز النجم الكبير. أي كرة، أي متعة! لاعب لديه حلول فردية كبيرة في تجاوز الدفاع. يحاول تمريرها من بين المدافعين، تسديدة، جول! مستحيل! ما هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لاعب دائما يبحث عن فرصة للتسديد، أينما وجد المساحة وجد طريق المرمى، لن يمنع أي شيء من أن يسدد بشكل قوي، بالتالي هو خطر كبير جدا على دفاع الفريق الخصم. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، يحاول أن يلعب كرة بينية. مصدر تهديد مستمر لأي منافس، قدرة على الانطلاق تمنحه قيمة خاصة في أرضية الملعب. جول! يا لها من لقطة هذه اللي حببنا في الكرة. برافو يا ولد. لم ينهار الفريق، تماسك وعرف نقاط قوته جيدا، وعرف نقاط ضعف خصمه جيدا، لذلك تمكن من العودة. الكل يعرف أنه رائع في التسديد. الانتصار، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. عندما نقول كرة قدم تدرس، هذا الأداء الجميل، هذه الجماعية العالية، فريق تحرك ككتلة واحدة، انتصار مستحق. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الروح القتالية.